السلام عليكم جميعا، معاكم اخوكم الصغير اخوكم بضاري. اليوم بتكلم عن الحارج. وايد ناس تكلمني بضاري الحارج ينام قبل النوم ماكل طلياني وفوقه باسكن ويسأل عن الحارج. تم على الخشم هذا، قصدي هذا. اليوم راح نفهم شنو هو الحارج وليش يجيك الحارج وشلون نتخلص من الحارج. اتفقنا؟ خلكم معاي لا تروحون بعيد. اول شيء لازم نعرف شنو هو الحارج. دقيقه خلي ادق على الحارج. السلام عليكم حارج، سامي شلونك؟ انت ترى قاعد تاذينا وتسبب لنا مشاكل لما ننام وتخلينا نقوم نروح الصيدليات، والصيدلي الله يسامحه يعطيك دواء يقلل الحارج. راح اقول لكم ليش بعدين. فشنو؟ والله بصراحه فرازاتي مو قويه عشان تجيك الحارج. شلون يعني؟ الحين هذا الموضوع المهم اللي لازم تفهمه. هذه المعدة، اوكي؟ وهذا المريء. اتفقنا؟ واضحين؟ معدة، مريء، مريء، معدة. اتفقنا؟ افرازات المعدة اذا كانت قليلة الحمض يصعد للمريء يسبب لك حارج. اذا كانت شنو؟ قليلة. خلكم معاي لا تروحون بعيد. واذا كانت افرازات المعدة قوية حيل على طول المريء راح يسكر، لأن المريء من يدش له فرز معدة قوي على طول ينكمش على بعضه يتسكر. وخاصة الناس تصير معاهم اللي فيهم ارتخاء بالمريء. ليش؟ لأن عندهم حمض المعدة مو قوي. شلي نفهم الحين؟ إذا كان حمض المعدة قليل المريء ما يتسكر، مبطل عادي يدش الحارج، يمكن يطلع من حلجك وخشمك بعد. إذا كانت إفرازات المعدة قوية على طول هذا راح يصير انكماش، ما تحس بحبة حارج. عرفنا الحين شنو هو الحارج شلون يجي؟ خلكم لا تروحوا بعيد. والناس اللي عندها حارج شنو الأغلاط اللي يطيحون فيها؟ يعني الله يسامحكم صدق، والله يسامح اللي يبيع لكم دواء لغل الحارج. راح الصيدلية، سامع عليكم شلونك؟ عندي حارج. ايه اف عليك، حاضر تعالي بك. شنو هذا؟ هذا دواء يقلل الحارج، استخدمه. الله والله راح الحارج، الله يعطيك العافيه، اسف على الكلمه هذه، يخرب بيتك. تي شنو سويت انت؟ فوق ما افراز المعده قليل انت قللته. انزين يمكن لي واحد يطلع لي بواري هل طعمك تفضل، واذا صار افراز المعده قليل شنو يصير؟ عادي اخذ الدواء الحارج. انا اقول لك شو يصير من العين هذه لهذه. افراز المعده اذا كان قليل شوف الصدمه اللي راح تنصدم منها الحين. خليك بيخلص الفيديو. الله سبحانه وتعالى ليش مخلي لنا معده؟ عشان تهضم الاكل. واضحين للحين؟ ما في اي اختلاف سواء صغير او بروفيسور. عشان وظيفتها تهضم الاكل، المعادن، الفيتامينات، واضح. الله سبحانه وتعالى خلى حق المعدة حمض قوي لدرجة يذوب الحديد، لأن الله سبحانه وتعالى يدري الأطعمة اللي أنت راح تأكلها فيها حديد، مغنيسيوم، زئبق، وايد وايد أشياء، فلازم يبيلها حمض قوي. عشان كذي الله سبحانه وتعالى ضبط السيستم مالك. لما أنت تي، هذا حلوة، أنت لما أنت تي تخرب حمض المعدة في معادن وفيتامينات الجسم ما يمتصها لأن أنت قللته. ومنها شنو اللي ما يمتص؟ الحديد. عشان كذي شعرك يبتدي يطيح، الشعر خفيف، القدة الدرقية، تلقى بقع بويهك، وايد أشياء تتغير. والسبة شنو؟ والسبة شنو؟ أنك أنت فوق ما حمض المعدة قليل رحت قللته زيادة. حرام اللي قاعد تسويه. الناس اللي عندهم أنيميا ليش جسمك ما يمتص الحديد؟ ليش؟ اغلب اكلك كله حديد، ليش ما يمتصه؟ لان افرازات المعدة عندك مو قوية. في حد قال لك كذي؟ لما تروح الصيدلية تقول له فيني حارج، يقول لك لا ضبط افرازات، يقول لك يعطيك ادوية الكثر جيب تلوس. الحين انت عرفت شو اللي مبهذل حياتك كلها، مأذيها، مخربط جسمك. اي شخص وايد عنده مشاكل بحمض المعدة او بالحارج او بارتخاء مريء، شوفه شعره خفيف ويبتدي او نصهم عندهم الغدة الدرقية
وتلقى وجهه باهت، مو حرام كذي قاعد تسوي الحين؟ منفعك الدول اللي قاعد تاخذي غل الحال؟ زين بضاري انت ترى وايد قاعد تقرق، اذيتنا والله اذيتنا. يعني انا عشان احضر فيديو اقعد 4 ساعات كل شويه اعيد واسوي اعيد واسوي، وانت قاعد تشرب عوار قلب وقاعد تسمعني وتقول لي سرع سرع. حاضر ان شاء الله طال عمرك راح اقول لك كل شيء. حاضر انا اسف اني طولت، خليك مع العوار قلب او عطنا خلينا نشرب شويه. خلنا نبتدي بالعلاج. اول شغله شنو العلاج؟ واضح بعد حتى البيبي راح يعرفه، انك تقوي فرازات المعده عشان المريض. فيديو الاول فاهمين. اول شغله لازم نخلي لنا وجبتين باليوم بس، ريوق وعشاء. الوقت هذا اللي بين الريوق والعشاء ابي ما يدش بحلجك ولا نقطه اكل، ابي كذي المعده تقرقع تقرقع، ابي فراز المعده يزيد حيل. اتفقنا؟ وابيك توخر عن السكر ومنتجات الالبان كلها مع حتى الاجبان توخر عنها بالكامل. في فيديوهات قبل قلت لكم شنو الحليب والجبن شنو يسوي. الفواكه كلها توخر عنها ما عدا عائله البيري، توت بيري بيري ستروبري، هذول بس العائله الوحيده اللي تاكلها. وابي كل يوم الصبح تاكل ربع زبده. لا تقولي ما تحب الزبده، تبي زبده ولا حارج؟ ولا حارج زبده ولا زبده حارج خارج زبده؟ ها نلعب ترى، ها والله اكنسل الفيديو. كل يوم الصبح تاكل لك ربع زبده، اتفقنا؟ وابي تاكل ملعقه خل 3 مرات باليوم. لا انك تاكل ملعقه خل او انك تاخذها من الصيدليه وتفك عمرك عشان لا تتقيد فيها، اتفقنا؟ وفي شيء لازم يوصل لك، الحارج ما ياكل بيوم وليله. الحارج من كثر انت ما تعبت المعده، تعبتها تعبتها تعبتها، الافرازات قلت، وعشان تردها لازم تضبطها ضبطها 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 عشان لا احد يقول لي لي متى. استمر. اذا طبقت هذه الوصفه اللي انا قلتها كلها طبقتها 100%، والله اذا ياكل حارج او الناس اللي عندهم ارتخاء بالمريء هذا وجهي. واذا شفتني وطلع كلامي غلط، شفتني قطرة قال تلقى غترتي، تقول لي بضاري لين، راح اقول لك عادي اخذ غترتي وامشي. اسف على الاطاله، ومنشن شخص يعاني من ارتخاء بالمريء والحارج مأذي وايد، وخليك مع بضاري.